انتشرت صورة قديمة للممثلة المصرية ياسمين صبري من مرحلة المراهقة نالت عدد كبير من التعليقات، وبحسب المتابعين يلي أكيد اختلفت آرائهم، أشار البعض منهم لمحافظتها على تفاصيل ملامح وجهها، بينما شاف أشخاص تانيين إنها صارت أحلى لما كبرت وما كانت أبداً ملفتة للنظر هي وبالمراهقة. من ناحية تانية بنذكر إنه تم تأجيل فيلم الديزل يلي بتشارك ياسمين صبري ببطولته لبعد عيد الأضحى المقبل، وذلك بسبب الإصابة يلي عم بتعاني منها وإجراء عملية جراحية. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.